هم الآن في هجمة شاملة لضم شتاتهم اللي تفرق هذه الفترة اللي تشتت بسبب المظاهرات، والذي يوحدهم هو شتم الصحابة، عداء الصحابة. نعم، اللي يوحدهم عداء الصحابة. يا باسم، اللي أنت تقول عليهم العصابة، لو ما هاي العصابة كان الإسلام لا واصل لك ولا واصل لنا. هاي العصابة هي اللي فتحت بلاد المجوس، وهذول هم اللي وصلوا المسلمين إلى تعداد ما يقارب المليارين. فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. معكم هشام عبد الباري، مقرئ القرآن في قناة المجد الفضائية، مقيم في ماليزيا. حياك الله، حياك الله يا شيخ هشام، حياك الله. بما أنك مقرئ للقرآن، اقرأ علينا قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بارك الله فيكم، احسن الله اليك، جزاك الله خير. اللهم جزاك الله خيرا، احسن الله. شكرا لك يا شيخ، شكرا لك. طارق، عندي سالفه معاك بحكم انك مهتدي، اسال الله ان يثبتنا واياك. لما كنت شيعي، اسالك بالله العظيم، كنت تعرف ان عند الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاث بنات أكبر من فاطمة خواتها من أمها وأبوها؟ والله لا أعلم بها هاي السالفة أبداً، ولا واصلتني. شوف شوف يا شيعي، شوف النواصب اللي ينشرون النصب ويقولون إحنا نحب أهل البيت. طيب سؤال ثاني، كيف كنت تنظر للصحابة؟ كعقيدة، كعقيدة هم كلهم في النار يعني. هذا مربط يعني. الفرس. طيب، ما كنتوا تقرون القرآن وتقرون قول الله عز وجل: أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم الفائزين؟ هاي أمر الآن، هاي بشرح لك الآن فيها شغلة. احنا عندنا في التقليد ذاك يوم، ايضا الشخص اللي اتصل بيك يقول لك احنا نناقش المرجع، هذا كذب. احنا عندنا في التقليد التسليم بالكبرى معناتها شنو؟ تسلم بالصغرى بما دونها. التسليم بالكبرى ايش؟ انت سلمت بانه هذا مرجع ناطق عن الامام، ما تناقشه بالصغرى اللي هو اي شيء، حتى لو كان في تفسير القران، حتى لو كان في فهم القران، حتى لو كان في مخالفه الحديث الصريح والايات الصريحه، ما تناقشه في اي شيء. انت سلمت لانه هو العالم، هو المرجع، خلاص انت ما تناقشه ولا في اي شيء، وكل ما يقوله تصدق عليه بصم بدون اي نقاش. هذا عندنا قاعده اخذها، ما يناقشونهم اصلا، النقاش ممنوع، باب فتح النقاش اصلا غير موجود. الشغله الثانيه، الاستقاله مال الحار، يعني نسيت ارد لك، عندنا قاعده بها هاي: اذا لم يضر العالم علمه فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. شنو يعتزل ويروح ينام ببيته ويضم علمه؟ ماكو هيك عندنا، ماكو هيك. العالم عالم الى ان يموت، المرجع عندنا، وما يخرف من صفات المرجع، ما يخرف ولا يعني، معناته راح يبقى مرجع للأبد، لا يخرف ولا راح يفقد عقله ولا أي شيء. المهم موضوعنا اليوم هذه الحلقة، هم الآن في هجمة شاملة لضم شتاتهم اللي تفرق هذه الفترة اللي تشتت بسبب مظاهرات مال تشرين، والذي يوحدهم هو شتم الصحابة،
عداء الصحابة، نعم، اللي واحدهم عداء الصحابة. شوف يا أخوان، أنا من قبل أن تثار هذه المسألة أنا والله أمشي مع الناس اللي أعرفهم أقولهم إيران لغلق هذا باب الصراع الداخلي الآن وفقدان سيطرتها لازم تفتح حرب خارجية وتقول للناس عدوكم هذا، لازم إيران الآن لازم تفتح حرب خارجية للعراق. وهذا الآيات اللي أنت قريتها والله يعني مثلجة للصدر، الآيات اللي قريتها يا أخي والله يعني إيش ما تبقى لأحد من حجة، حتى رغم أنا كنت خلينا نقول مثل الغنم مقادين وراء المرجع وأنا من ضمنهم نفس الشيء عميان، بس مو لهذه الدرجة، يعني مو لهذه درجة تخلق جهنم. أسألك بالله يعني يا طارق نعم. لما كنت شيعي مرت عليك هذه الآيات، بقراها عليك الآن وعلى المشاهدين نعم. شوف الآيات اللي ما مرت على الشيعي، كانوا بس الصحابة مجرمين، الصحابة انظروا ماذا يقول الله عز وجل، الذين آمنوا وهاجروا المهاجرين ومنهم أبو بكر عمر عثمان العشرة المبشرين بلال أبو ذر غيرهم من الصحابة، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، فائزون بالجنة، فائزون برضوان الله، الله راضي عنهم، درجتهم عظيمة عند الله، هم أعظم الناس درجة. ثم يقول الله عز وجل بعدها يبشرهم، الله عز وجل يبشرهم برحمة منه واحد، ورضوان اثنين، وجنات لهم فيها نعيم مقيم ثلاثة، خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. أسألك بالله مرت عليك هذه الآية، قرأت على المنابر يوم من الأيام؟ والله للأمانة سألت عن يعني بعض هاي الآيات وما شابهها من الآيات عن الصحابة، يقولوا لي هو المشمول بها هذول الثلاثة فقط أو الأربعة بس، يعني هذه الآيات كلها نزلت على هؤلاء فقط أو اللي ماتوا بزمن الرسول أمثال جعفر الطيار وغيرها غيرها من الصحابة أو حمزة يعني رضوان الله، يعني هم لما يتكلموا عن الصحابة يقول لك انجل الصحابة يقصد هذول الثلاثة، فهذا كله نفاق من أنا أقول له يعني كمراجع كمعممين، قد العام يصدق كلامهم ويصير هو يجل الصحابة، يعني بعض العوام يجل الصحابة يحبهم مصدق ان هم يقصدون كلام الصحابه، ما يدري هم يقصدون ثلاثه بس. لا لحظه، تدري تدري وخانه ما اخذها ان هذول الثلاثه بس او الاربعه ما يخالف، تدري وين يا طارق المشكله؟ لو افترضنا ان الثلاثه بحسب دينهم، طيب الثلاثه ما فيهم انصاري، الثلاثه المقداد وابو ذر وعمار كلهم من المهاجرين، طيب الانصار ما بهم مهاجر، وين الانصار اصحاب السقيفه؟ الله يقول فائزون، الله يبشرهم نعم. بالجنة خالدين. طيب احنا نقول هذا يعني من الأقاويل المأثورة والمشهورة انه بئس الراعي الذي اذا مات ظلت رعيته من بعده، يعني انه ما ربه من بعده ناس يقودون، كان هو القائد الوحيد، بئس الراعي الذي جعل امر رعيته معقودا عليه فاذا مات ظلوا من بعده. هل رسول الله من هذا النوع ما ربه ما يعني علم ناس من بعده يحملون الراية؟ ما ربه جيل؟ يعني انتم تحكون عن شخصيات معدمه بالتاريخ، شخصيات ضاله، تقولون هذا ربه وطلع جيل وسوى حط اسس. الله طيب رسول الله ما سوى هذه الامور؟ الله بنص القران كما قرانا في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه نعم. لما ضرب مثلهم في التوراه وضرب مثلهم في الانجيل، ضرب مثل ناس بيرتدون، الله بشر بالمرتدين يعني؟ لا حاشا لله. اذا الله لما يبشر قبل قدومهم بالاف السنين مئات السنين، هذا دليل على انهم خيار الارض، ولذا يبشر خيار الأرض. البشرية على الإطلاق إيه؟ خيار الأرض بعد الأنبياء. نعم، أفضل الناس بعد الأنبياء هم أصحاب محمد عليهم الصلاة نعم. والسلام جميعا. الله أكبر. رسالة عندك لك دقيقة، تفضل يا طارق. رحم الله يا شيخ، أوصي الناس ركز بعقلك لما قاله رب العالمين عن الصحابة. وفي ذيك المرة أنا ذكرت أنه قريش كانوا يتفاخرون في الصحابة، عدة قصيدة لضرار بن الخطاب بن مرداس، هذا كان في قريش يعني في ضد المسلمين، يقول يتكلم يقول يعني هو يتكلم مع الأوس والخزرج، يقولهم ان تظفروا في يوم بدر فإنما بأحمد أمسى جدكم وهو ظاهر، وبالنفر الأخيار من أوليائه يحامون باللأواء والموت حاضر. وطبعا شوف بدأ بمن يعد أبو بكر وحمزة منهم، ويدعى علي وسط من أنت
ذاكروا يعني بدع بأبو بكر، حتى معروف عند الكفار أنه أبو بكر مقدم عند المسلمين، معلوم مقدم عند الرسول، معلوم معروفة هاي حتى عند مشركين قريش، مو من بداية الدعوة. ويقول بداية الدعوة أبو حفص وعثمان منهم وسعد إذ كان في الحرب حاضره، يعني أولئك. طبعا هو بعدين يبدي يسئل الأوس والخزرج، فما أذكر البيت الآخر، يبدي يقولهم يعني لا أنتم يعني. فهذا فخر كفار قريش، يقول لك هذول القريشيين اللي من عندنا الأشاوس الأبطال، لو كان فيهم زلة لكان هؤلاء اتخذوها زلة على الرسول، إنه أصحابك فيهم كذا وكذا، مثل ما قالوا بعض الأنبياء ما اتبعك إلا أرذلنا، مثل ما قالوا الأقوام في بعض الأنبياء. أما أصحاب رسول الله أبدا ما بهم من هذا النوع، اتبعوا بعض الضعفاء مثل بلال وغيره، لكن هؤلاء من الأشراف كانوا معروفين، أبو بكر وعمر. على كل حال يا حبيبنا، يبقى أن عقيدة لا يوجد في القرآن إلا ما ينقضها جدير بأن يكفر بها، وأن يعلم أنها ليست بدين الإسلام ولا دين محمد عليه الصلاة والسلام. نعم والله، هذا الحق المبين. أشكرك شيخ ورحمة الله والدين، وإن شاء الله أكتب لكم الأجر والثواب على هذه الثغور من ثغور الإسلام. الله يحفظك، الله يحفظك أخونا طارق. يا أخوة، هداه الله سبحانه وتعالى وله تسجيل، وقصته من التدين وصحبة المعممين إلى الإلحاد إلى الهداية، قصة حقيقة مؤثرة وفيها دروس كبيرة، أنصح باستماعها، وهي في القناة موجودة. تفضل يا أبو علي. أبو علي مهتدي قديم من الشيبان القديمين في الهداية. أبو علي حياك عليكم. الله. وعليكم السلام، شلونك شيخنا؟ إن شاء الله بصحة وعافية. يا هلا وسهلا ومرحبا، إيش رأيك أبو علي؟ الحمد لله. القرآن الحمد لله، القرآن يقول الصحابة هم المؤمنون حقا. شيخ أنا عندي هم حد، أنا اليوم هسه عن أحد الإخوان اللي دي يعلق بالتكست جاب كلمة عصابة الحق، وأنا أتذكر يعني بسامحة بالخطب معركة بدر، النبي عليه الصلاة والسلام لما توجه بالدعاء، فالرجال يعني الرادود هذا اللي قال أنهم عصابة ما كذب، لأنه النبي سماهم عصابة. انتهلك هذه العصابة لا تعبد الأرض. الحديث اللي قلت يعني مروي عن أبو بكر ومروي عن سيدنا عمر ومروي عن الإمام يعني في الترمذي، وهذا قال الله اللهم أنجز ما وعدتني، اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد، فسمى المجاهدين اللي كانوا قاتلون في معركة بدر بالعصابة، يعني عصابة الحق، يعني لو مو هم كان هم هذول هسه ما يصلون، لو خسروا معركة بدر كان هسه ماكو إسلام. يعني هذا دليل، الحديث هذا دليل لأن هذول الناس من هم هذول العصابة اللي كرهم النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اللي انتهلك هذه العصابة لن تعبد، هم من الإمام علي وأبو بكر رضي الله عنه وسيدنا عمر والمقداد والحمزة، هم هذول هم اللي وصلوا المسلمين إلى تعداد ما يقارب المليارين، ويعني هذا يعني هو هذا الفضل لهم، وهذا دا ينكر إذا هو طلع فهو دا يعني هو رادي ذنب، لا بالعصابة هم عصابة الحق غصبا عنه. مداخلتي وشكرا جزيلا. شكرا يا أبو علي من المهتدين يا أخواني، اللي فتح الله عليه. والقرآن يعني لا يؤسس حقيقة عند الشيعة كثيرا، لكن لاحظوا إذا اهتدوا استحضرون الأدلة. وياك أخو المهتدي حسين عن المهتدي، عندي بس كلمة صغيرة بس أوجهها طبعاً اليوم الباسم كربلاي. يا باسم أحب أقول لك شيء، اللي أنت تقول عليهم العصابة فأبشرك، هاي العصابة لو ما هاي العصابة كان الإسلام لا واصل لك ولا واصل لنا، هاي العصابة اللي هي اللي فتحت بلاد المجوس إيران، وعلي بن أبي طالب هو اللي حرق السبائية، والسبائية انتقموا من علي بن أبي طالب وقتلوا ابن الحسين بن علي رضي الله عنهما. العصابة اللي انت تصيح لهم هم اللي فتحوا المغرب، العصابة اللي انت تصيح لهم هم اللي فتحوا بلاد الأندلس. بلت الأئمة اللي شوف بلت سوى أبي أريد بس أبطيهم هذا المجد، هم منهم براء الأئمة اللي يزعمون ليسوا أئمتهم ولا علاقة لهم بهم، وذكرنا ذلك، يكذبون عليهم فقط. الصادق الباقر من علماء أهل السنة في أهل المدينة، تعلموا على يد أهل السنة ودرسوا أهل السنة، الكذب كان عليهم في الكوفة ما كان لهم علاقة فيه، هذا تكلمنا عنه في حلقات
سلسلة كيف زور دين الإمام الاثنى عشر لمن أراد العودة إليه؟ الشيخ تعرف له البقر لو رضى شي سيح للي بالصحابة يسيح لهم المراق. فما بالك باسم الكربلائي، والله براء منكم والله العظيم. حسين ثبتنا الله وإياك. اسمح لي أرد على اللي يقول الصحابة عصابة. الله يفتح عليك. قول قول. النبي تزوج السيدة عائشة بنت من؟ بنت أبي بكر، اللي تقول عنهم عصابة حاشاهم. وأيضا تزوج النبي بحفصة بنت عمر، تمام؟ يعني شون شلون يا شيخ أخذ من عصابة حاشاهم. وعلي أيضا يقول عن عمر ولقد قام الأود، قوم الأود وداوى العمد وقام السنة. نعم. إيه هذه نهج نعم البلاغة. وأيضا قال عمر عن علي قالوا أقام السنة ويعني قمع البدعة أو كذا، هذا كلام علي في حق عمر في نهج البلاغة. نهج البلاغة يا شيعي ما يقرون عليكم النصوص. وأيضا عمر يقول عن علي لا قاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن. كيف تسمي عصابة يا باسم؟ الله المستعان. الله يجمعنا بهم في الجنة ويجعل دفاعنا عنهم خالصا لوجه الله الكريم لا حظ فيه للنفس، وأن يجعل هذا سببا في مغفرة الله عز وجل لنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل رجل قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني عمل ضعيف ما عنده عمل يوازي أعمالهم، قال المرء مع من أحب يوم القيامة. اللهم فإنا نشهدك على حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى السابقين من المهاجرين، السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وعلى أهل بدر وأهل بيعة الرضوان ومن آمن وأنفق قبل الفتح أو بعد الفتح. اللهم إنا نتولاهم ونحن على عقيدتهم، لأنك أمرتنا بالقرآن أن نتبع سبيلهم. أولئك الذين لم يؤمنوا بعقائد المجوس، الذين لم يؤمنوا بولاية 12 ولا عصمة ولا وحي بعد رسول الله، دينهم ديننا. اللهم إن قصرت حبالنا في اتباع سبيلهم فارحمنا يا ربي بفضلك ومن علينا برحمة منك ترفعنا إلى أن نجتمع بهم في الجنة يا رب العالمين. هذا هو سبيلهم، هذا نهجهم. الله وصفهم بالفائزين الصادقين المفلحين، أولئك هم المؤمنون حقا، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وين نلقى الاثني عشرية؟ يلا وين القرآن قال آمنوا باثني عشر معصوما وإلى آخر البطيخة؟ كل الآيات عن الصحابة تأمر باتباع سبيلهم وتصفهم بهذه الأوصاف. الحق ما اعتقدوه والدين ما كانوا عليه ولا دين غير ذلك. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.